الشوط الثاني اقل يمكن شويه. اتكلمنا كابتن اسلام قبل المباراه وقلنا مباراه سهله. مباراه سهله للمدير الفني، مباراه سهله للعيبه داخل الملعب. خد بالك مش عايزين نخفي احساس ان انت لعيب كمان معدل التركيز بتاعك يعني ابس اند داونز اثناء المباراه نفسها، يعني انت بيعلى التركيز وبينزل التركيز وعلى حسب برضو الفريق اللي انت اللي بتلعب امام. محترمنا طبعا الكامل لفريق اف سي مصر، وهو فريق مجتهد جدا ومدير فني محترم جدا، وحاولوا يعني على قدر الامكانيات المتاحه ان هم يعملوا جيم معقول قدام النادي الاهلي. ولكن الاهلي النهارده بيفرض سيطرته من بدايه المباراه، بيضغط على اف سي مصر، بيستغل الاطراف، بيستغل نص ملعب. الحقيقه الاداء المتميز جدا للنادي الاهلي في الضغط عالي جدا بقياده طبعا اليو ديانج النهارده، اللعيبه اللي انا بعتبره يعني من وجهه نظري الشخصيه مان اوف ذا ماتش، هو ومجدي قفشه الاثنين الحقيقه النهارده عملوا دورين رائعين جدا. لكن خلينا نتكلم على اداء الاهلي اللي اتكلمتوا فيه قبل المباراه، اللي هو بياخد الكره من ورا وفي نفس الوقت بيقطع وبيسدد. بالظبط، بيعمل الحاجتين. يعني بص هو نموذج للميد فيلدر الحديث، يعني لعيب ميد فيلدر حديث، يعني امكانيات دفاعيه مع امكانيات هجوميه. انا بشتغل في يعني عشان بس الناس استمع، عندها مشكله في حته، خليني معلش انا اسف يعني اتطرق للحته دي. اتفضل. الناس بتفتكر ان الميد فيلدر هو مدافع فقط لا غير، بس ده وظيفته يقطع الكوره ويسلمها. الكوره مش كده يا جماعه، الكوره يعني ده لعيب بيلعب وسط ملعب، وسط ملعب يعني عنده امكانيات هجوميه وامكانيات دفاعيه. لو اقتصرنا الميد فيلدر على الامكانيات الدفاعيه بس، هتلاقي معظم الفرق اللي عندها الميد فيلدر بيلعب بامكانياته الدفاعيه مش فرق بطولات من وجهه نظري الشخصيه، او مش فرق مكاسب، مش عايز تكسب، عايز تحافظ او مش عادي يبقى اداء كويس، اداء جميل، اداء حلو، تكسب مباراه، تتعادل مباراه. انما فرقه عايزه تكسب، فرقه بتدور على شغل هجومي، بطولات. فرقه عايزه بطولات، يبقى لازم يبقى في شغل للميد فيلدر اللي عندك في نص ملعب، شغل هجومي كمان مش شغل دفاعي فقط لا غير. النهارده نموذج الحقيقه اليو ديانج، حته ان انا بضغط كويس قوي، بيضغط كويس جدا، بيعمل الثروبس. بص على الهدف الثاني، هدف سؤاس في الهدف الثالث، هدف مروان محسن، هو اللي صنع الهدف، هو اللي صنع الكره لمجدي قفشه. يعني كان ممكن يبقى صاحب الاسيست لو مجدي قفشه سجل نفس الباص بتاع مجدي قفشه، الكره اتلعبت. عنده رؤيه كمان حته هات لنا اللي فاتت اسامي، خد بالك الهدف اللي فات. بص ممكن لعيب غيره يا اسلام يتاخر سنه كمان في الباص، خلاص بقى في موقف تسلل، لكن عنده رؤيه. وخد بالك انا يعجبني اللعيب اللي بيتطور. يعني احنا ابتدى اليو يانج، ناس في الاول في البدايه قالت عليه ان هو لعيب بس عنده قوه وما عندوش مهاراته ما عندوش سرعه، ولكن في كل مباراه كورته بتوضح بشكل كبير، في كل مباراه ثقته في نفسه بتعلى. انت قلت حاجه جميله جدا وكباتن قالوا حاجه جميله جدا، انه كمان اكتسب ثقه زملائه، خلاص بقوا يعولوا عليه حته ان هم بيدوا له يا كابتن، هم مستريحين ومش قلقانين. النهارده المباراه اللي فاتت بيصنع هدف، المباراه دي بيصنع هدف. فانا شايف الحقيقه يمكن اداء النادي الاهلي النهارده مع وسط ملعبه هو نقطه القوه الكبيره جدا لصالح النادي الاهلي. عمل حاجه برضه